فستان يجنن. يعملي أنا الفستان تحفة، هنوريكم. والله لاني رايحة مكان ولا شيء، هذا لبسته عشانكم. شفتوا كيف فخم 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 فخم؟ شايفين كيف؟ المفروض هذا لبسته إذا عندي عزيمة أو إذا بروح يعني معزومة مكان. شفتوا التفاصيل؟ شو كيف؟ شوفوا مخيط خياطة يهبل. مين هذا؟ معاذ، روح جيب رؤى. ها؟ أنا بأخذ سيارة وأجيب رؤى، ولا أخذ الكولينن؟ لا بس أنت كيف تجيب سيارتك؟ تأخذ أوبر؟ يعني بيجيبونها لك؟ أدري أدري، امسك، ارمي في الزبالة، ارمي في الزبالة. تمام. الله يستر عليك. أجيب لك الألبينة؟ أيوه. الألفينة حقتي خلصت، تجي بحلة جديدة. أوريكم اللون كيف غيرت لونها. يا ألفينة لا تعذبينا، يا ألفينة لا تعذبينا، يا ألفينة لا تعذبينا. والله إنها الألفينة فخمة فخمة، بغيت أبيعها. قلت يا مرة بس كذا جدديها شوي، غير اللون. اللون كان عنابي، الحين بتشوفون لون جديد. ايش في الكاميرا وسخة؟ يبغاني امسح الكاميرا. احتمال اني ابغى امسح. شوفوا من الحين جايبين حقة الكريسماس. اول مرة اشوف كندر مسوين كذا. ودي اشيل هذه قبل تخلص، يعني ينفع تقعد شهرين لين يجي الكريسماس صح؟ لا قصدي اشيلها كلها عشان بعدين اعطيها الاطفال لما يجون، لأن شوكولاتة كندر خرافية تعرفون، كندر غير. فما أعرف إيش رأيكم، بس البراندات الثانية تجي الشوكولات مو مرة. أيوة بس أفكر بونو. إيه أفكر كندر. إيه ما في زيها. وهذه كمان من سكيرلز. ليش باقي فيه؟ إيه هم قالوا إنهم بيقطعون سكيرلز من الأسواق، وطلع مو صحيح. هذه أيوة. موجودة. شفتها في دولار شي بعد. ايه لا لا جل إشاعة. فايش رايكم يا جماعة؟ اشيلها تقعد شهرين لين يجي الكريسماس. محتارة. كمان هذه من كندر. دايما اللي يقدم للاطفال حلويات الكريسماس يعني مخيصة. انا ابغى يعني اعطي الاطفال شي مميز صراحة. شي يعني يكون لذيذ. مو اي كلام. فايش رايكم؟ هذه معتز، هذه تنحط مع في هالوين كوستيمز، مع الحليب تنحط. ايوه ما شفت في هالوين كوستيمز بال ايه. هذه صيدليه طبعا. توني دخلت البيت، جبت العيال من المدارس، بعدين لما وصلت الربا قالت لي ماما صديقتي فلانة أهلها ما راح يودونها البيت، قالوا لها أرجعي مشي، عشان توصل بيتها يبغى لها ساعة كاملة تمشي. قلت يلا بوصلها. وصلتها دخلت البيت طبعا، لأن معاد ما جابهم من المدرسة. قلت طيب روح جيب لنا غدا. قام جاب لنا حطه بالفرن عشان يسخن. أيوة كمان جاب رز، جاب هذه الأشياء. كويس ما قصر، عسل مودي مجنن. خلوني ألبس الجلوف أشوف إيش جاب لنا. معتز، ربا، رؤى، يلا الغدا يلا. ها اكلتي؟ تعالي والله ما اسمعك، ما اسمع
لا انا من بعيد مش عرفني ايش تقولين. اوه هذه يبغى لها يدين، ما اقدر اشيلها بيد ثقيله والله. معتز حول، عطني الجلوف اللي زي هذا. هاته شوف هناك سمك. لا لا اوكي الفضول. تعال نشوف ايش جواها. قال معاذ النجاة دجاج يجاني في دورته كيف يصور. والله انك محترف مصور محترف. ما عرفت عليك عادي، ايا كان تصويرك بنزله يا بطل. اكيد انه حلو. يلا حط الكاميرا على هذا. يا سلام دجاج وبطاطس حركات يمي البشرة. خلنا نجيب الرز، خلنا نشوف كيف الرز. نوعين رز. هذا حلو مع الخبز، هذا مع الخبز يمي اليمي ما شاء الله. مرحبا ملايين، ايش اخباركم؟ ان شاء الله تمام. جبت لكم كريم خرافي ساحق الماحق، من كثر ما استخدمه ما عاد بقى فيه الا شويه، ما اعرف اذا يبين معكم. صار في اخر العلبه، اوريكم الحين اخرها، يعني انتوا الحين ما تشوفونه زين لان كله ابيض في ابيض. نهايه العلبه في شويه روع. حطي لي، شمي ريحته اول. هذا سلمكم الله التبييض الفوري، هذا 3 في 1 يقشر ينعم ويبيض. تقشير خفيف جدا صح. حطي في يدي بالله وفركيها. طبعا كذا كفي. ايوه ولا كثرتي بس يلا عادي. حطي 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 يلا فركي في يدي كلها. هذا سلمكم الله اكوا بلو اكوا لايت، هذا حبيبات ناعمة يا حبايب قلبي. باليدين افركي باليدين. الريحة تهوس، المفعول عجيب، يعني زي ما قلت لكم في خلال فترة بسيطة تتركونه 10 دقائق، بعد 10 دقائق تغسلون المكان اللي حطيتوه فيه، تغسلونه موية دافية وتلاحظون الفرق. تبييض فوري يجنن يجنن. افرك افرك يا صابعي، الى صابع افرك يا كفي، الى هنا وصلي. الله يجاني فداها. ما قد استخدمتي انتي صح؟ نعم. بتشوفين اقسم بالله انه خرافي صدق يجنن. بس انتي ايش استخدمتي؟ ترى عندها المنتجات، ايش استخدمتي منها؟ قشار استخدمت. استخدمت الشامبو، الشامبو 2 في 1. هو شو حتى شعرها الحين من الشامبو، حتى انا شعري يبين. من الشامبو. ايه انت استشورتي ولا بس جففتي؟ جففته بس. شو كيف بس جففته. المهم حبايبي راح اترك يدي 10 دقائق، بعدين اغسلها، بعدين تشوفون الفرق بين اليدين. في نفس اللحظه روحي انت غسلي يدك يا عمري، غسلي يدك. وهلا اقول لكم مرحبا مليون رجعت لولي. المقشر هذا رهيب 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 رهيب، يجنن، يزيل خلايا الجلد الميت، يقشر البشرة بلطف، يفتحها، يشيل البقع والتصبغات، لأن كل جسمك حتى الوجه من رأسك إلى أخمص قدميك. يعني روحي شوفي كايلي، روحي معها. تيجا شفتها، روحي معها قولي لها الغداء على الطاولة الحين يا روحي. بعد دقائق خلاص ما عاد بقى يمكن لنا 3 أو 4 دقائق، لما أغسله بتشوفين الفرق الفوري في اللون. ينفع للوجه، الرقبة، الأماكن الحساسة، الركب، الأكواع، كل مكان في الجسم، كل مكان. انتوا عارفين البشرة مع أشعة الشمس خصوصا بالصيف يجي فيها كلف، نمش، حتى مع الحمل تصير هذه الأشياء. هذا يساعد على إزالة الكلف والنمش والبقع الداكنة والبشرة الخشنة زي مناطق الأكواع والركب
واللي عند الأقدام. غسلت يدي والحين أجففها. أوكي شوفي بالله الفرق، تبييض فوري، يعني صارت هذه لونها مقارب الوجه، وهذه لا أسمر. عندك مناسبة، حفل زفاف، عزيمة كبيرة، اجتماع مهم، على طول امسدي جسمك بالكامل، وجهك ورقبتك كل جزء من جسمك بيطلع للعلن إذا حبيتي تفتحينه وتعطينا رونق وتشيلين خلايا الجلد الميت. هذا هو الحل. والريحة تجنن، يعني صراحة شيء روعة، ومع الترطيب يا سلام سلم. كان سعره تقريبا 210، أعتقد أنه كان 200، وصار فقط الآن ب 150 درهم إماراتي، يعني تقريبا بالريال السعودي 153-154 ريال. يعني أنتوا عارفين الدرهم الإماراتي والريال السعودي تقريبا نفس الشيء، وفي السعودية السعر شامل الضريبة والتوصيل للباب البيت مجانا إذا دفعتوا دفع إلكتروني. ومش بس كذا، إذا دفعتوا إلكتروني راح يوصلكم عطر هدية، ومش بس العطر راح توصلكم مجموعة متكاملة هدية مع الكريم السحري هذا، أنا أسميه الكريم.